حاجة اللي على بالي الملاعب اللي موجودة في الجزائر ماشي موجودة في تونس، والملاعب اللي موجودة في الجزائر ماشي موجودة في المغرب، والملاعب اللي موجودة في الجزائر ماشي موجودة في مصر. واني نوزن كلامي، لأنه الملاعب اللي تلعبت فيها كأس إفريقيا ملعب اسكندرية مبني في 1929، ملعب تسعة 18,000 متفرج، عندنا ملاعب في كل التراب الوطني اللي تقدر عندها أكثر سعة. اللهم الناس يتحافظ على المنشآت ومكتسبات الدولة، وكي تكون يعني لا ميزا نيفو للتهيئة تاعو للبطولات الناس تعرف تشتغل. احنا